يا أجواء يا الثورة. نتوقف مشاهدينا الآن ونتنقل إلى مجلس الأمة، أين من المرتقب أن يرد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن الأسئلة واستفسارات النواب نواب مجلس الأمة بعد مناقشتهم مخطط عمل الحكومة. هذا ومن المرتقب أن تكون كلمة الوزير الأول وزير المالية بعد لحظات بمجلس الأمة والذي احتضن مناقشات طويلة لنواب بمجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، كما ستكون أيضا كلمة لرئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل كما تتابعنا في الصور التي تصلنا مباشرة من مجلس الأمة. والصلاة والسلام على رسول الله. الجلسة مفتوحة. مرة أخرى مرحبا بالجميع. نحن وصلنا إلى المحطة الأخيرة في أشغالنا لمصادقة على برنامج الحكومة. في هذا الجلسة أولا الكلمة للكتل الحزبية وفيها الرد السيد الوزير الأول وأم بعد فيه لائحة للمجلس وفي الأخير نحدد الموقف. والكلمة لكتلة التجمع الديمقراطي فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الأمة الفاضل، السيد الوزير الأول وزير المالية المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، زميلاتي زملائي أعضاء مجلس الأمة الموقر، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، أهنئ وأبارك للسيد الوزير الأول وزير المالية على الثقة التي خصه بها السيد رئيس الجمهورية وتكليفه بحمل هذه الأمانة والمسؤولية الجسيمة، وهذا عرفانا للكفاءة العالية والنزاهة والالتزام التي عرف بها. ويحضرني في هذا المقام ما قاله السيد رئيس الجمهورية أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة، حيث قال: أنت أهل للمهمة لما هو قادم مستقبلا اقتصاديا واجتماعيا، وأنت على دراية بكل الملفات المالية، وكما وفقت في مهامك كوزير المالية ستوفق إن شاء الله في هذه المهمة، وكفى بها شهادة. والتهنئة والتبريك موصولان للسيدات والسادة أعضاء الحكومة واحدا واحدا، سائل الله تعالى أن يمنكم ويمدكم بعونه وتوفيقه في أداء هذه الأمانة وحمل المسؤولية، متمنيا لكم النجاح والموفقية. سيد الرئيس، بودي أن إن سمحتم أن أعرج على مقدس من مقدساتنا، إنها الثورة التحريرية المجيدة. لقد صنع الشعب الجزائري النموذج الملهم في القرن العشرين عبر ثورة التحرير المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي غيرت مجرى العالم الإنساني بإسقاط فرنسا أكبر قوة إمبريالية في تلك الحقبة
وإعادتها إلى حجمها الجغرافي المحدود. ثورة عظيمة بقدر عظمة شعب أظهر للعالم أجمع ما يمكن أن يقوم به شعب لاستعادة وطنه المسلوب من المستدمر. بفضل من فجروا الثورة فمنهم من استشهد وحققوا أمانيهم بخاتمة الاستشهاد، فإننا نذكرهم لأن حياتهم جزء من تاريخ هذا الوطن الغالي. فالشهيد هو الوقود الذي أشعل لهيب الحرية، وهو المصباح الذي أنار درب السيادة والاستقلال. فرحمهم الله، فرحم الله شهداءنا الأبرار، ومنهم من توفي بعد الاستقلال فرحمهم الله جميعاً وبوأهم مع إخوانهم جنات الخلد. ومنهم من ينتظر متمنيين، ومنهم من ينتظر وقاموا بالدور نفسه وأدوا الواجب، فهم تاج على رؤوسنا متمنيين لهم موفور الصحة والعافية وطول العمر. شعب كتب تاريخا جديدا بتضحياته الجسيمة وروحه القويمة وأهدافه العظيمة. شعب كان بحق القدوة للشعوب المضطهدة في العالم، مخلدا تلك الصورة البهية في التاريخ البشري. إذن كانت هذه أجواء استئناف عملية مناقشة. ومشاهدينا نتحول إلى مجلس الأمة، أين من المرتقب أن تتم عملية المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب مجلس الأمة. والتوجيه والتعطير والعصرنة والتقييم، منها استصلاح الأراضي في إطار الامتياز وتوسيع المساحة الفلاحية واستغلال الأراضي المهملة وتشجيع المستثمرين الخواص. تحدي جديد يتطلب منا تكثيف الجهود وترشيد السلوك من أجل التأسيس لمرحلة زراعية جديدة ومزدهرة تليق بالمقدرات البشرية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر. رغم كل هذا فإن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، يستعمل فيها النمو الاقتصادي وتنتعش المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ويتواصل دعم الانتقال الطاقوي، تتعزز فيها العدالة الاجتماعية، وتسترجع فيها هيبة الدولة وكرامة المواطن وسلطة القانون، وتتكرس قيم المواطنة والتضامن والحرية والسلام في إطار بناء مؤسسات منيع بدأ مع مجموعة استحقاقات وطنية هامة دعا إليها السيد الرئيس عبد المجيد تبون. انطلقت مع تعديل الدستور ثم تنظيم انتخابات مسبقة وصولا إلى انتخابات محلية قادمة يختار فيها الشعب ممثليه في المجالس البلدية والولائية بكل حرية وشفافية وسيادة تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، لقد باء هذا المخطط وفق عرض منهجي دقيق في مقدمة عامة وخمسة فصول، مركزا على تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة والإنعاش والتجديد الاقتصادي والتنمية البشرية والسياسية والاجتماعية المدعمة، وهي كلها محاور هادفة لضمان التنمية الشاملة للجزائر. إننا مدركون بأن حكومتكم ستتمكن بعون الله من التصدي لمهامها على أكمل وجه ومن تحقيق الأهداف المنشودة في مخطط الحكومة هذا، كما تثمن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي القرارات والالتزامات المعبر عنها من طرف السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء ومختلف المناسبات الرامية، إلى تشجيع مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء البيروقراطية ورقمنة الإدارة، فضلاً عن رفع تجريم السيء بالنسبة للمسؤولين على مستوى المحلي، والعمل على نهج ذهنيات جديدة، والبحث عن تحرير مبادرات تخص الخواص من عوائق الاستثمار عبر توفير العقار بضمان التمويل وترتيب الأولويات ومحاربة الفساد والتبذير. كما نحث الحكومة على تسريع تفعيل الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك غير المشروعة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد باعتماد كافة السبل المتاحة في تشريعنا الوطني والدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صدقت عليها الجزائر، والمضي قدما في محاربة كل أنواعه تكريسا لدولة القانون، إلى جانب مواصلة الإصلاح الشامل للعدالة
من خلال ضمان استقلاليتها وعصرنتها ورقمنتها ومواساة الجميع أمامها ومراجعة نمط تسيير الجهات القضائية وتنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة، كل ذلك وفق آليات تأخذ بالاعتبار خصوصية الواقع والفرد والمجتمع الجزائري. حكومة تتحمل عبء الوفاء، حكومة تتحمل عبء الوفاء للتعددات التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية والتي سبق الحديث عنها. السيد الوزير، السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، إن الجزائر بخير رغم الكيد والإساءة والتضليل، تتقوى لحمتها الوطنية تحت قيادة رشيدة من السيد الرئيس وحماية جيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتستلهم عمق دبلوماسيتها من تاريخها الثوري المجيد الرافض للظلم والاستعمار. السيد الرئيس، لقد عرفت الدبلوماسية الجزائر في الآونة الأخيرة وبقيادة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهاته عودة الجزائر إلى سابق عهدها على الصعيدين الأقليمي والجهوي والدولي، أين استعادت بريقها وأصبحت قبلة ومقصدا لدول الشقيقة والصديقة، وبدأت تلقي بثقلها على الملفات الحساسة والشائكة التي تجابه القارة الأفريقية والعالم العربي، وسيشكل تنظيم الجزائر لفعاليات القمة العربية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في مختلف الآليات لدفع الجهود الذي طالت القضية الفلسطينية أم القضايا، وستكون فرصة. إذن مشاهدينا، كان هذا شق من عرض ومناقشة مخطط عمل حكومة في جلسة علنية.